Egyptian temples in the Greek Roman period. الحقيقة المعابد المصرية في العصر اليوناني الروماني أو المعابد المصرية بصفة عامة تعتبر من يعني معجزة معمارية بترجع للعالم القديم. مفيش بلد عندها هذا القدر وهذا العدد وهذا الجمال من المعابد زي مصر. فالحقيقة المعبد المصري يعتبر سمة معمارية مهمة جدا في مصر للعالم القديم كله مش لمصر بس. في خاصية عشان يعني قبل ما نشرح ايه هو المعبد وايه هي اسماء المعبد، في خاصية مهمة جدا في المعبد سواء في مصر الفرعوني. انتوا هتاخدوا معابد فرعونية سنة تالتة صح؟ ايوه اكيد. هتاخدوها مع مين؟ لا شرط. متعرفوش؟ طيب اوكي. طيب المعابد المصرية اللي بترجع للعصر الفرعوني والمعابد اليونانية الرومانية مشتركين في صفة مهمة جدا، ان المعبد مساحته بتقل. وخلي بالكم الكلام ده، المعبد مساحته بتقل من بره لجوه. خلاص يعني كل لما دخلت للانر بارتس بتاعة المعبد المساحة بتقل، ده رقم واحد. رقم اتنين، بما ان المساحة هتقل هل الإضاءة هتزيد ولا هتقل؟ الإضاءة هتقل. الإضاءة هتقل. طب أنا بعمل بقى كل دوت ليه؟ أنا كمعماري، أنا كمصري معماري مش بعمل الحاجة كده هاب هازرد. أنا بعمل الحاجة وأنا قاصد بيها حاجة، وأنا قاصد سيمبوليزم معين. لما الواحد بيدخل لمكان ضلمة هل بيبقى فيه نوع من أنواع الرهبة؟ صح؟ اه ممكن بالظبط اللي يعني بالظبط الخشوع، يعني الخشوع مثلا، او ان هم يركزوا اكتر. بالظبط، الله ينور عليكم. الفكرة ان هو المصري القديم قصد بكده ان هو يقلل الإضاءة تدريجيا لغاية ما يوصل للأجزاء الداخلية للمعبد. طب اشمعنى الأجزاء الداخلية للمعبد؟ لأن ببساطة الأجزاء الداخلية للمعبد هي أكثر الأجزاء قدسية، هي أكتر جزء مقدس في المعبد. ماشي يا شباب؟ تمام؟ دايما بنقول إن تمام يا الإنر دكتور. بارتس أهم وأكثر قدسية من الأوتر بارتس. الأوتر بارتس دي اللي بيحضر فيها العامة الاحتفالات المختلفة، إنما الإنر بارتس دي هي اللي بتحتوي على تمثال الملك الرئيسي اللي بيحصل فيها بعض الطقوس السرية ولا يسمح بدخولها إلا للملك أو الكاهن الأكبر للمعبد. فبالتالي المعبد الأجزاء الداخلية هي أكثر قدسية من الأجزاء الخارجية. لغاية كده مفهوم يا شباب؟ مفهوم يا دكتور. طيب the Egyptian temples are one of the most impressive surviving monuments. يعني ايه surviving؟ من جوه يعني أكتر حاجة اتنجت زي ما هي.